تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الاثم والعدوان. واي زول يجي الادب في الدين نحن له بالمرصاد. اي انسان يجي الادب من كبير لحد اتفه واحد فيهم يجي الادب في دين الله، والله لن نترك قول الحق واذا وضعت السيوف في اعناقنا بمشيئه الله سبحانه وتعالى. لكن هذه قضيه ننادي اليها ونتعاون فيها جميعا. ووردت كثير من النصوص ايها الاحبه في دين الله، دين الله الذي يرفضه بعض هؤلاء، دين الله الذي يرفضه بعض هؤلاء، ما ترك الله فيه صغيره ولا كبيره الا وحدثنا الله عنها. اي مساله موجوده في دين الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. اتحدى اكثر شيوعي، يجي هنا يورينا مساله واحده غفلت عنها الشريعه الاسلاميه. اكثر شيوعي بالله يجينا هنا يتحدث لنا عن مساله واحده اغفلها ربنا، اغفلتها شريعه الاسلام. اي مصلحه يستفيد منها الناس في الدنيا او في الاخره لحد يوم القيامه يوجد من ادله القران او من ادله السنه ما تدل عليها. فنتعاون يا احبه جميعا لانجاح هذه الحمله. هذه الحمله حمله النظافه، امر النظافه اكد عليه النبي عليه الصلاه والسلام. اكد على نظافه ابداننا لما امر بالسواك. قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بماذا؟ بالسواك عند كل صلاه. فاكد على نظافه الفم، اكد على نظافه البدن لما بين النبي عليه الصلاه والسلام ان حلق العانه ونتف الابط والقيام بسنن الفطره هذا امر يحبه الله، فاكد على ان ينظف الانسان بدنه. اكد على ذلك لما اكد النبي عليه الصلاه والسلام على غسل الجمعه. النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال فيه؟ قال غسل الجمعه واجب على كل محتلم. اكد على مساله النظافه لما قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان. طبعا بعض الناس بيقولوا النبي عليه الصلاه والسلام قال النظافه من الايمان، وده ما حديث يا احبه، لكن تغني عنه هذه الاحاديث التي ذكرت بعضها وساذكر البعض الاخر. فاكد النبي عليه الصلاه والسلام على مساله النظافه لما قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان. النبي عليه الصلاه والسلام اكد على نظافه البيوت، يعنى الانسان بنظافه بيته وبنظافة المكان أمام البيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام طهروا أفنيتكم ولا تكونوا كاليهود. يعني اليهود في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم عناية بأن ينظف الإنسان البقعة التي تقع خارج البيت. قال نظفوا أفنيتكم، حتى قدام البيت ينظفها الإنسان يعنى بنظافتها. هذا حديث ثابت وذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل، وهذا حديث صححه كذلك العلامة الألباني، دخل المسجد النبوي فوجد النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه متسخا، فقال له أما وجدت ما تزيل به هذا الوسخ؟ يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام، وجد ثوبه متسخ، قال له أما وجدت ما تزيل به هذا الوسخ. وأكد على النظافة لما أمر بإماطة الأذى عن الطريق، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يتقلب في الجنة بسبب ماذا؟ غصن من شوك نحاه من طريق المسلمين، نظف الطريق منه. واختم باثر عجيب رواه ابن ابي شيبه في المصنف، قال ابو موسى الاشعري لاهل البصره رضي الله عنه، طبعا سيدنا عمر رسل لاهل البصره، فلما وصل اليهم قال جئتكم من امير المؤمنين وامرني ان اعلمكم شيئين، ان اعلمكم سنه نبيكم وان اعلمكم نظافه طرقكم. ده أبو موسى الأشعري، وهذا الأثر صحيح الإسناد رواه ابن أبي شيبة. فنتعاون يا أحبة جميعا لإنجاح هذه الحملة إن شاء الله. توفي إلى رحمة مولاه المهندس عثمان محمد الأمين من المصلين بالمسجد، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر له، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، وارحمنا بواسع رحمتك اذا صرنا الى ما صار اليه. اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
اللهم إنا نسألك أن تغفر له ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. طيبة لحياة طيبة.